بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة نعمل لكم جولة في الربيع مول، عامل خصم 25% على كل شيء بلا استثناء. كل شيء في الربيع مول عليها خصم 25%، دي تخفيضات نهاية العام في الربيع مول. الربيع مول الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفرس، بجوار تخفيضات العائلة. أوه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله. أوه الربيع مول عامل تخفيضات نهاية العام 25% على كل شيء بلا استثناء. أوه هنا أهو فايل لكم تخفيضات العائلة. وده الربيع مول، ندخل ان شاء الله ونفرجكم على كل شيء هم عاملين عليه تخفيض. ما شاء الله لا قوه الا بالله، كل المحل عليه تخفيض. نقول بسم الله ونبدا اهو، خصم 25% على كافه اصناف المحل. اهو دي تخفيضات نهايه العام، والعروض شامله جميع الفروع، يعني فرع الروضة والمرسلات ولبن والشفا وينبع، حتى في فرع في ينبع. اهو احنا هنا في الرياض يا جماعة، الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفرس، ده فرع النهضة، شارع سلمان الفرس. اهو خصم 25% على كافة أصناف المحل، دي تخفيضات نهاية العام. نقول بسم الله ونبدأ. بدأنا لكم إن شاء الله بالفضيات والذهبيات لتقديم الحلا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أشكال جميلة جدا ومش موجودة في أي مكان بره. يعني أهي مثلا الطفرية دي استانلس صافي، واليد بتاعتها ذهبي جميلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أهي دي كانت بكام؟ ب79 ريال، عليها خصم 25%. أنا بديكم مثال، يعني الخصم عند الكاشير يعني. اهو دي طفرية تقديم حلا، ثلاثة خانة مع بعض ما شاء الله لا قوة الا بالله، شكلها جميل جدا للتقديمات ما شاء الله لا قوة الا بالله، شيك جدا جدا يعني. اهي دي كانت بكام؟ 138 ريال، عليها خصم 25%. طبعا حضراتكم كل المحل بلا استثناء عليه خصم 25%، تخفيضات نهاية العام من الربيع مول، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اشكال جميلة جدا لتقديم الحلا والفواكه، اطباق فواكه اهي جميلة ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهي مثلا دي تمرية، تمرية اهي جميلة، زجاج في استانلس اهي، وفي منها مقاسات. دي تمريات زجاج والغطا استانلس اهو في ذهبي، كله عليه خصم 25%، ما شاء الله لا قوة الا بالله. دي الفضيات، نصور لكم بقى الذهبيات اهي، دي برضو صحون تقديم حلا ما شاء الله لا قوة الا بالله، جميلة جدا وشيك جدا بصراحة. والقاعدة بتاعتها ايه؟ خشب. القاعدة بتاعتها ايه؟ خشب. الطبق ده مثلا كان بكام؟ 104 ريال، عليه خصم 25%. فيه اللي هو المسطح يعني، وفيه ايه؟ الغويط، ده ينفع للفواكه، ده طبق فاكهة ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجات جميلة. وفي خشبيات برضو، يعني الشكل ده خشبي، شكله جميل جدا بصراحة، كله عليه خصم 25%، ما شاء الله لا قوة الا بالله. المحل كبير وفيه بضاعة قيمة جدا جدا يعني. اهو دي فضيات اهي، اطباق تقديم حلا فضيات، انا عايزه اجيبها لكم من بعيد ما شاء الله لا قوة الا بالله. والله يا جماعه انا لما لقيت عاملين خصم قلت ان شاء الله اجي اصور لحضراتكم. الشكل ده برضو حلو ذهبي اهو، دي كانت ب37 ريال ما شاء الله عليها خصم 25%. اهو دي من الذهبيات والنحاسيات يعني، كبيرة ما شاء الله.
كانت ب37 عليها خصم 25%. اهي اهو يا جماعة ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهو في بقى الخشبيات اللي الناس بتحب الخشب اهو. يعني دي كانت ب66 ريال. اهو انا بقول لكم الاسعار برضو عشان حضراتكم تبقوا عارفين. اهو وشوف الزخرفة بتاعتها بالخط العربي عليها الحروف العربية. اهو انا بدأت لكم من البداية يعني كده افتح نفسكم شوية. والسلة دي برضو جميلة، خشب جميلة وذهبي وخشب تقيل، يعني خشب تقيل ما شاء الله، حاجات اصلية. الطبق ده اقول لكم كان بكام، ده كان ب209. الطبق ده ب209 عليه خصم 25%. بصراحة الربيع مول عندهم نوعيات لاطباق التقديمات ما شاء الله مش موجودة في اي مكان. اهي ده مقسم اهو، شكله جميل وعليه كده اليد بتاعته كأنها فراشة ذهبي. ده ب135 ريال خصم 25%. اهو الخصم عند الكاشير يا جماعة. المنظر جميل ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهو هنا برضو اشكال تانية من تقديم، من اطباق تقديم الحلا اهي ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهي شيك جدا. ويا جماعة خصم 25% على كافة اصناف المحل. اهو اهو الخصم عند الكاشير، بتاخدوا الحاجة والخصم عند الكاشير ان شاء الله. انا بفرجكم على الاشكال، اشكال جميلة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله وشيك جدا يعني. اهي الفيديو ده بس هيبقى ايه لاطباق تقديم الحلا، فضيات اهي وذهبيات ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجات جميلة جدا جدا يعني. اهي وعندهم كذا فرع في الرياض يعني وكده، وفرع في ينبع. اهو يا جماعة خصم 25% على كل شيء بلا استثناء. اهو عندهم تشكيلة جميلة من اطباق تقديم الحلا، الزجاج والمعدن الذهبي والفضي والنحاسي، خصم 25%. اهو والخصم عند الكاشير يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنا قسم التحف اهو، صقور احصنة خصم 25%. ده معدن حصان، حصان يعني. اهو هنا مجموعة وفيرة من علب المناديل جميع المقاسات ايه، وخصم 25%. ما شاء الله احجام صغنطوطة جميلة. ايه انا بحب اي حاجة صغنطوطة يعني. ايه دي اكريليك اهي، خصم 25% بلا استثناء. اهو ما شاء الله في الاكريليك وفي المعدن ما شاء الله لا قوة الا بالله، شيك جدا وجميلة جدا. يعني دي كانت ب79 ريال على خصم 25%، بس ايه في قمة الفخامة اهي ما شاء الله لا قوة الا بالله. في المنقوش وفي السادة اهو، وفي الفضي وفي الذهبي عشان ايه تنظموا طقم مع بعضه. في ما شاء الله لا قوة الا بالله حافظة المصحف اهي، ذهبي في ابيض ما شاء الله لا قوة الا بالله جميل. عندهم وصناديق، صناديق اهي عندهم حاجات وفيرة ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنا دي برضو دي بالخزف، دي صناديق خزف اهي ومن جوه خشب، انواع مختلفة ما شاء الله لا قوة الا بالله، رسومات مختلفة من صناديق الخزف اهي
جميلة جدا ما شاء الله. وفي ازاز اللي هي مراية، صناديق مراية اهي جميلة جدا برضو. وفي شفاف، كمية وفيرة ومتنوعة يعني. اهو علب مناديل ما شاء الله جميلة ورقيقة جدا وصغنطوطة اهي، حاجات قمة الفخامة ما شاء الله لا قوة الا بالله. وكله عليه خصم 25%. هنا الصناديق دي بتاع المجوهرات والاشياء الثمينة يعني، اهي متبطنة بالقطيفة المخملة ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجات شيك جدا او الاشياء الثمينة يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. خصم 25%، دي تصفيات او تخفيضات نهاية العام من الربيع مول، الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. فراكم اشكال جميلة جدا ورسومات في منتهى الروعة، تحس ان هي ذهب، تحس ان هي الحاجات دي ذهب وحقيقي ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجات شيك جدا وجميلة جدا ما شاء الله. والله يا جماعة انا فرحت لما لقيتهم عاملين عرض، قلت ايه اصوره لحضراتكم تستفادوا من العروض او تتفرجوا معايا يعني زي ما حضراتكم عايزين. انا بحب والله بدور على اي حاجة عليها تخفيض اصورها لحضراتكم عشان تستفادوا. دي برضو حجم صغير اهي، شيك جدا وجميلة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، وبرجولة اهي، في منها الفضي وفي منها الذهبي اهو، اشياء جميلة جدا. العلب مناديل برضو اكريليك بس ايه اليال الطويلة. وفي دي برضو صناديق للاشياء الثمينة برضو اهو، او للفضيات للذهبيات يعني كده. ربنا يرزق الجميع يا رب ان شاء الله. اهو في العلب مناديل خوص اهي، ده الخوص الاصلي وده الخوص البلاستيك اهو. اهو حلوة دي، رمضان كريم، الله اكرم اهي، حلوة برضو ده يعني الناس تجيبها في رمضان، جميل. علبة المناديل دي اهي جميلة على 9 ريال وعليها خصم ايه 25%. في منها الفضي وفي منها ايه اللي هو المربعات ده الشطرنج، مجموعة وفيرة ده ما شاء الله لا قوة الا بالله، المحل كبير جدا وفي حاجات جميلة. هنا في بقى اشكال من الفوانيس، دي خاصة برمضان عادي ممكن تشتروها في التخفيض كده وتخلوها رمضان ان شاء الله. رمضان ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يبارك في عمركم ويديكم العمر الطويل. يعتبر احنا في ربيع الاخر، اواخر الربيع الاخر يعني وكده، يبقى ايه ناقص ايه جمد اول، جمد تاني، رجب، شعبان، يعني يعتبر رمضان باقي له 4 شهور على خير ان شاء الله يا رب. جمد اول، جمد تاني، رجب، شعبان، يعني 4 شهور بالظبط ان شاء الله. اهو فنانيس اهو ما شاء الله، انا قلت اصور لكم برضو وهي. ودي خاصه بالعيد، بالعيد الكبير يعني تجيبوها في العيد، دي حلوه لتقديم الحلا برضو، وعليها خرفان اهي، وعليها كاسه من التراث يا اختي، جميله جميله قوي. ودله، دله او ابريق اهي ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجات جميلة. اي مجموعة وفيرة من الفوانيس، اشكال والوان، الوان واشكال اي ما شاء الله لا قوة الا بالله. وهلال، هلال رمضان ده ينفع لرمضان، القسم ده كله ما شاء الله ينفع لرمضان. انا بفرجكم يا جماعة تاخدوا فكرة، وخصم 25%، خصم 25% بلا استثناء اهو. فوانيس كبيرة شفافة، وفوانيس على التراث الإسلامي اهي زي الأرابيسك بس دي معدن ما شاء الله لا قوة الا بالله، احجام دي تنفع تمرية، استل دي سيراميك اي، ومكتوب عليها بالخط العربي
وفيها مكتوب عليها حكم، حكم جميلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده جميل برضو عجبني، ده صحن تقديم حلى ما شاء الله، هو خزف يعني بس كأنه ايه زي الخوص كده، هو خزف شكله جميل جدا وعليه حاجات من التراث اهي، البلابل دي والمسجد في النص، المأذنة يعني في النص، دي مأذنة اهو. انا بفرجكم يا جماعة هنا مراكن الورود او الزهور، دي ايه ثواني كده، ده منقل، ممكن منقل، ده منقل نحاسي، ده منقل، وانا افتكر اهو دي الشبكة بتاع المنقل، وانا بحط الفرق اهو، ده منقل نحاسي شكله حلو برضو، في المدور وفي المنبه يعني كده، واخد من المنبه وفي المدور ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا بفرجكم عشان هناخد قسم قسم ان شاء الله اهو، دي كلها مراكن زهور خصم 25%، ولوحات فنية اهي، لوحات فنية، فنية لوحات اهي، مراكن زهور ما شاء الله لا قوة الا بالله اهي، عندهم حاجات بصراحة في منتهى الروعة والجمال. حلوة الشجرة دي ما شاء الله لا قوة الا بالله، لوحة فنية جميلة اهي، عجباني الشجرة. اللي بيحب بقى المجسمات، دي احسن اهي، ودي ريش، وده حصان عربي اصيل اهو، قلوب، دي قلوب فضية، انتوا قلوبكم البيضة اهي، اهديها لكم القلوب دي، ده اذا وصلتوا لغاية هنا يعني. انا بفرجكم يا جماعة، وكله عليه خصم 25% اهو، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللي بيحبوا السيارات اسمه ايه؟ ما شاء الله اهي، الجمل، الاهرامات هنا، الجمل في الصحراء اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، جميلة ما شاء الله، الطبيعة، الغزالة، الواح فنية، ثواني لما اشوف هي ازاز ولا ايه، ازاز نشوفها، لا يا جماعة مش ازاز عشان ايه ما تتكسرش، ما شاء الله جميلة اهي اهي ما شاء الله، اباجورات بقى جميع الاشكال، خصم 25% اهو، اباجورات كده. الفيديو هيطول عليكم، وانا اسفة يعني ان انا طولت الفيديو، بس من جمال الحاجة قلت اوريها لحضراتكم. دي لوحات جدارية اهي، اللي بيحب الحاجات الجميلة اهي، مسدسات، خنجر اهو، اتفرجوا معانا، معانا اتفرجوا اهو، ده قسم الشموع بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله. وهنا هما كاتبين الرجاء ممنوع فتح الفانيليا، فانيليا، الفانيليا دي بصراحة ما شاء الله لا قوة الا بالله، جميلة جدا، انا لقيتها مفتوحة بس انا هقفلها لهم عشان هما كاتبين ممنوع فتح المعطرات يعني، حرام عشان الريحة ما تروحش، مع انها تديهم ريحة للمكان يعني. اهو جميع انواع الشموع، الشموع دي بنكهة القهوة اهو، خصم 25% على كل شيء، كل شيء بلا استثناء اهي. انا بفرجكم يعني هم عندهم ايه، هم عندهم ما شاء الله لا قوة الا بالله، كل شيء، كل شيء، في الشمع الطبيعي والشمع الصناعي اللي هو بالبطارية والاباجورات الريش والاباجورات العادية
ايه ما شاء الله لا قوة الا بالله، عندهم الزرع بجميع انواعه هنا اعزكم الله. سلات القمامة مع ايه اللي بتتحط في الغرف مع علبة المناديل للطقم يعني، اهو اشكال كتيرة من سلات القمامة تحفة فنية ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهو جميع انواع الاباجورات اهو، دي الشجرة المضيئة بس ايه على حجم صغير اهي، وهنا دي الاباجورات دي نحاسي اهي، ودي الاباجورات دي الاكريليك اللي هي طالعة موضة، دي بشحن يو اس بي، دي بطارية بالشاحن اهي. اهي ب128 ريال على خصم 25%، والنحاسي دي جميلة برضو اهي، دي ب134 ريال وعلى خصم 25%. هنا بقى قسم المباخر بلا استثناء، مباخر من التراث، في بالكهرباء في بالفحم ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده عايز له يعني ايام عشان الواحد يصور فيه، ايام 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 والله يا جماعة. انا بدور وبجيب لكم الحاجات او تتفرجوا يعني، بجيب لكم الحاجات اللي عليها عروضات يعني وكده، بزعل جدا لو صورت حاجة مش عليها خصم والله، عشان كلنا بندور على الحاجات اللي عليها خصم يعني وكده. دي كلها تحف اهي، دي مباخر فضية رئة جدا وشيك جدا، في منها احجام يعني كبير وصغير. انا اقول ايه كفاية كده. هنا شمعدانات اهي، في كبير وفي صغير، في قطعة واحدة شوفوا، حاجات رائعة جدا، واستلس نقي يعني استلس وتقيلة تقيلة ما شاء الله يعني، دي ب24 ريال على خصم 25%، في الذهب وفي النحاسي والله يا جماعة حاجات جميلة بصراحة، ولو دورتوا عليها تلاقوها رخيصة جدا يعني. جميع يعني ايه اشكال وفيرة من الشمعدانات الفضي والذهبي، وحاجات قيمة وتقيلة يعني، حاجات شيك جدا جدا بصراحة. الربيع مول عنده حاجات مش موجودة في مكان في اي مكان بره بصراحة يعني بصراحة. شمعدان كريستال ما شاء الله لا قوة الا بالله، تدي ايه لا تقع، عشان انا عايزة ايه اشوفه لكم، شوفوا الشمعدان وجماله. هنقول لكم ده بكام يعني، ده مثلا كان ب66 ريال على خصم 25%، ودي اللي بتتحط ايه عشان الشمعة ما تطفاش اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله. اشكال كتيرة من الشمعدانات جميل جدا جدا يعني، ان شاء الله يا جماعة هعرض على السناب شات، انا عندي سناب شات هعرض عليه. عندهم فازات اهي جميلة، اول مرة اشوف الشكل ده، دي سيراميك ودي ايه كريستال كده جميلة اهي. نختم هنا بقى ان شاء الله عشان الفيديو ما يطولش عليكم، ونعمل لكم جولة تانية على الاواني المنزلية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.